أسرار الصحف. نداء الوطن يتردد أن حسم مصير حاكم مصر في لبنان رياض سليم لجهة التمديد له أم لا يتوقف على إشارة خارجية ينتظرها بعض المعنيين. يقول بعض الأوساط السياسية إن نائب الحاكم الأول وسيم منصوري متحمس لتولي الحاكمية، ولكن بعد تأمين الضمانات والشروط التي تحميه من التصويب السياسي، وذلك خلافا لرأي مرجعيته السياسية. يؤكد مصدر رفيع في تيار المستقبل في مجالسه الخاصة أن كل ما يشاع عن عودة قريبة للرئيس سعد الحريري بوساطة فرنسية هو من نسج تمنيات مؤيديه، لكن الحقيقة غير ذلك. الجمهورية يسود اقتناع لدى بعض القوى بأن رئيس تيار سياسي إذ يعلن استعداده للسير بمرشحين معينين لرئاسة الجمهورية فإنه واقعيا يعمل لترشيح نفسه في نهاية المطاف. وضع سياسي جولة المفد الرئاسي الفرنسي في إطار إبقاء الآمال معقودة على انتخاب رئيس للجمهورية. استبعدت أوساط سياسية معارضة أن يفضي الحوار بين حزب وتيار إلى أي نتائج عملية. اللواء تتشدد سفارات دول أوروبية بينها صديقة للبنان في إعطاء فيزا حتى لأسباب عائلية أو اجتماعية، وتمهر الطلبات بالرفض بعد استيفاء الرسوم. بدأت وزارات سيادية التعامل بالمثل مع منظمات دولية لا تحترم رغبة لبنان بالحصول على داتا النزوح السوري. يسجل حضور تمويلي لافت لأثرياء قدامى وجدد في مناسبات متعددة في مختلف المناطق. للمزيد زوروا موقعنا صدى الارز.com. إلى اللقاء.